النساء قطعة أشلاء من اليهود الصهاينة لعنهم الله يرتكبوا جريمة حرب في حق الشعب الفلسطيني. أغيتوا غزة يا أبناء المليون شهيد. الإسعافات تقصف والبيوت تقصف والمستشفيات تقصف والأمنيات تقصف، فإحنا على هذا الأساس السفارة تدخلت تدخل قوي، سحبتنا عبر معبر إجلاءنا عبر معبر رفح، وتم استقبالنا في القاهرة استقبال دبلوماسي رسمي في السفارة وتأمينا لحتى الوصول للمطار هنا. الحمد لله يعني ما حدا يعني من الإخوة كان مقصر نهائيا، وإحنا بنشكر ونشكر دولتنا ونشكر سفيرنا. شو بتهمني هي ماشي السف الأول بعدين السف الثاني ما شفتهاش، استشهد وعبد الله بن يوسف شفتهم راسه مقطوع، أطفالهم يحزنون على أمهاتهم يموتوا. إيش إحنا عملنا لهم؟ إيش عملنا لهم؟ حسب الله ونعم الوكيل. قتل الأمهات الصغير اللي لسه مكملش 3 سنين، لسه 3 سنين قتلوا وقطعوا راسه، راسه قطعوا سفير الله يطول عمره، السفير الجزائري هو اللي رتب كل شيء وخلينا ابو تفليقه وخلينا كل شعب الجزائري.